خلينا نختم اخبارنا الحقيقه بخبر عن حدث كان مهم جدا حصل امبارح في الاتحاد المصري للخماسي الحديث. تم عقد مؤتمر صحفي كان طبعا بحضور دكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه، عشان يتم في المؤتمر ده الاعلان عن بطوله العالم للخماسي الحديث للكبار. والبطوله دي مهمه جدا لانها مؤهله لاولمبياد طوكيو 2021 وبطوله العالم كمان للليزر ران، واللي انطلقت النهارده وهتستمر لغايه يوم 14 يونيو الحالي. البطوله دي زي ما قلت لحضراتكم هي الاهم في مشوار التاهل لاولمبياد طوكيو، وهيصعد منها اصحاب المراكز الثلاثه الاولى للاولمبياد مباشره، وتعتبر كمان من حيث الاهميه انها المحطه الاخيره قبل الوصول طبعا لاهم حدث رياضي بيقام كل 4 سنين وهو دوره الالعاب الاولمبيه طوكيو 2021. خلينا نشوف ونسمع مع حضراتكم، نتابع تفاصيل اكتر في التقرير اللي جاي، وفاصل ونرجع لحضراتكم مره ثانيه في السادسه. اعلن استضافه هذه البطوله، ودي بقى بطوله العالم للكبار اللي هي ما كانتش موجوده، وكمان القيمة المضافة فيها إن هي مؤهلة التأهيل الأخير للأولمبياد، وحطيناها في أجندتنا مع البطولات اللي موجودة. علشان كده يمكن إحنا بنسلم أو بنستلم من بطولة العالم للجمباز اللي أول مرة تعمل في مصر وأول مرة تعمل في أفريقيا، بطولة العالم للجمباز، واللي أول مرة نجيب هذه الميداليات. الشكر طبعا موصول للاتحاد المصري ومجلس إدارته الدكتور إيهاب أمين ومجلس إدارته المحترم، إن إحنا نعمل بهذا التنظيم بهذا الستاندر، لأن فعلا إحنا بنحط ستاندر مصري موديلينج لتنظيم البطولات اللي هي أصبحت بطولات العالم اللي هي بيشاد بيها. سواء الكلام ده مش مبالغه، لكن من حقنا نبالغ في نفسنا، من حقنا نبالغ في نفسنا. احنا الوزاره لينا دور الحكومي اللي من الخلف نحاول نسند المنظومه كلها، لكن كل اتحاد وكل مؤسسه بتقوم بدورها وبتقوم بعملها، لكن ما يناط به العمل القومي هتلاقي الدور الحكومي، وهتلاقينا بشكل كبير جدا لازم يكون الدور الحكومي موجود بشكل كبير جدا. ما هو الدور التمويلي والرقابي هو الدور الحكومي، ودور التعاون ان احنا نوصل في الاخر ان علم مصر ده خفاق من خلال الرياضه. Plan B was discussed already weeks before with my colleague. بعد المشاكل السياسية اللي كانت في بيلاروسيا قرروا تأجيل البطولة مش إلغائها تماما، فهي لسه هتتعمل في بيلاروسيا في السنين اللي جاية إن شاء الله، بس كان لازم يشوفوا الحل الآخر، وهي كانت مصر من الحاجات اللي خليهم مستريحين، لأن هم عارفين الملاعب كلها، ومصر نظمت أكتر من 10 بطولات على مدار السنين اللي فاتت. فكان بقى الكلام مع باشمهندس شريف العريان ودكتور أشرف صبحي، وكان في سبورت جامد جدا من الحكومة ومن الدولة ومن الاتحاد الدولي، وفي ساعتها قرروا إن البطولة هتتعمل في مصر، وهم واثقين إن شاء الله إن هي تكون حاجة كويسة للتأهيل للأولمبياد طوكيو بإذن الله. مصر دولة كبيرة بتثبت الكلام ده يوم بعد يوم. الحقيقة مصر يعني بعد ما وزارة الشباب والرياضة مع وزارة الصحة ابتكروا نظام الفقاعة الطبية، بدأت ببطولة اليد، وبعديها كان في دراجات ورماية وسلاح وخماسي، دلوقتي مش عايز انسى العاب وجمباز طبعا. الخماسي الحقيقة بينظم بطولات كبرى بقاله زمن، انما البطولة دي ليها قصة، ان الاتحاد الدولي قرر سحبها من احدى الدول الاوروبية وتواصل معانا، واحنا تواصلنا فورا مع وزارة الشباب والرياضة واللجنة الاولمبية المصرية في فترة قصيرة جدا ان احنا ناخد الموافقات الحكومية المطلوبة لتنظيم هذا الحدث الكبير. احنا انتقلنا من فكرة ان مصر تستطيع لمرحلة ان مصر تستحق، هي دي المكانة الحقيقية اللي مصر تستحقها. احنا بقالنا 6 شهور بننظم اكبر بطولات في العالم،
البطولات دي هي اللي مؤهله ليها عامل رئيسي للتاهيل لدوره الالعاب الاولمبيه. فكون ان اللجنه الاولمبيه الدوليه تاخد مثال وتاخد البروتوكول اللي مصر قائمه بيه فدي رساله قويه جدا مش لمصر، دي رساله قويه جدا للعالم ان احنا ماشيين الحمد لله على التراك المظبوط وهنتنقل نقله ثانيه المرحله الجايه ان شاء الله. طبعا استضافه مصر يعني لبطوله العالم الخماسي الحديث دي مش حاجه جديده على مصر في رياضه الخماسي الحديث بالذات. نامل جميل ان احنا في ظل الظروف الصعبه دي شفنا ان مصر قدرت انها تتحمل مسؤوليه في اكتر من لعبه، شفنا الجمباز، شفنا الرمايه، شفنا طبعا كاس العالم الرائع بتاع الهاندبول. نفس الكلام ان شاء الله بيحصل في بطوله العالم الخماسي الحديث، اتوقع تنظيم على اعلى مستوى واتوقع ان شاء الله نتائج على اعلى مستوى.